دلوقتي نهاوند هتدخل بينا بقى على الاخبار العالميه. انا عارفه ان انت بتتاثر بموضوع ده بتجرح. انا بتجرح مش بتاثر. المليارات اللي احنا بنسمعها يعني لينا عذرنا برضو في كم المليارات دي فعلا. انا بس عايزه اعلق على الخبر الخاص باليوم السابع حول سفير مصر بجنوب افريقيا اللي يعني طمنا الى حد كبير فكره هنا ان الاجواء يعني رائعه، وكمان قال لنا الاجواء هناك ازاي من قبل الجمهور. اكيد الجمهور بطبيعه الحال يعني بعد فوز بنقطتين او جولين نظيفين اكيد هيكون في عنده نوع من الاحباط، لكن خليني برضو اقول لحضراتكم ده كمان متصدر في الصحافه هناك في جنوب افريقيا، صحافه يعني او الصحافه بشكل كبير هناك مسيطر عليها برضو المانشيتات اللي فيها نوع من الاحباط. في طبعا صحافه موضوعيه خليني اقول لحضراتكم بتتحدث ان الاهلي يمكن كان جدير بان هو يفوز، البعض الاخر بيشوف ان في نوع من الاحباط وان فريق سان داونز هو اللي كان يعني ليه الافضليه في اللعب، وده هياخدنا بقى وانا عايزه منك تعليق على النقطه دي لان المدير الفني لسان داونز كان ليه برضو تصريح غريب جدا يعني الناس كتير علقت عليه. انا هقول لك سريعا من اهم النقاط مثلا اللي قالها، هو بيقول ان انا شايف ان الاهلي يعني ما لعبش افضل مننا ولكن احنا كان عندنا سوء حظ. الحاجه الثانيه اللي قالها قال انا بشوف ان فريق الاهلي لن يستطيع ان هو يصمد معانا في مباراه بقى الاياب ال 90 دقيقه، ان هو بيشوف يعني ان هم بدنيا واللياقه عندهم افضل، ودي انا اختلف معاه جدا فيها يعني واعتقد والكثير يختلفوا فيها. الحاجه الثالثه بيتكلم ان الاهلي ليس فريق دفاعي ولكن هو فريق هجومي، هو بيشوف كده. فعلى كل حال تصريحاته لسه طبعا تصريحات تانية كتير يمكن ممكن نناقشها في الفقره بقى مع كابتن عادل، لكن تصريحات برضو انت رايك فيها ايه؟ انا يعني عايزه تعليقي على التصريحات دي. تعليق بسيط جدا، هما كلمتين ربنا يصلح الحال، مش هقول لك اكتر من كده. مش يعني مش احسن ما يبقى الاحباط ده عندنا احنا. ربنا يصلح الحال ان شاء الله ونتفرج على ماتش قوي بالظبط يليق بالنادي الاهلي وبثقل النادي الاهلي وبرهبه النادي الاهلي عند يعني المنافسين من قديم الزمان. الاهلي موجود في مكانه الطبيعي وان شاء الله نشوف ان هو مستمر في بقائه على مكانه الطبيعي او في المكان الطبيعي اللي هو جدير بيه. على كل الاحوال انا متفق معاك فعلا، لان لو ما عندوش الرهبه دي زي ما انت بتقول هو ما كانش تحدث بهذه يعني اللهجه. احنا شفنا بيتسو موسيماني مثلا في اي تصريح بعد اي مباراه في المؤتمرات الصحفيه المختلفه هو دائما بيتحدث بصدق، يعني هو لو في فريق كسب بيقول احنا لعبنا مش افضل شيء، الفريق الثاني فعلا لعب بجداره، يعني في لغة محترمة حتى لما بنتكلم ان احنا ما كناش الافضل في مباراة ما. لكن طبعا تصريح بهذا الشكل هنعلق عليه على كل حال، ولكن طبعا ان دل على شيء فاكيد هناك رهبة. خلينا